كيفية حجز قاعة. يتوفر حجز قاعات الاجتماعات للعامة والمجموعات غير الهادفة للربح، ويمكنك حجز إحدى القاعات بالانتقال إلى الموقع الإلكتروني librarycalendar.fairfaxcounty.gov والنقر على زر حجز قاعة Book a Room على الجانب الأيمن. ستظهر مواقع المكتبات أسفل الزر، اختر فرع مكتبتك وانقر فوق الانتقال إلى التاريخ Go to Date للعثور على اليوم والتوقيت الذي تحتاج فيه إلى القاعة. تظهر المساحات باللون الأخضر لتدل على أن القاعات متاحة، بينما تظهر المساحات باللون الأحمر لتدل على أن القاعات غير متاحة، وتختلف السعة باختلاف القاعات. يمكنك النقر فوق I إلى جانب اسم القاعة للاطلاع على معلومات حول القاعات وأحجامها وكم يمكن أن تستوعب من عدد الحضور. انقر فوق المربع لتحديد التوقيت الذي ترغب في بدء حجز القاعة فيه. انقر فوق المربع المنسدل وحدد التوقيت الذي ترغب في إنهاء حجز القاعة فيه، ثم انقر فوق إرسال Submit. بعد قبول سياسة قاعات المكتبة، أدخل معلوماتك وأرسل الحجز، وسوف تصلك رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تحتوي على معلومات حجز القاعة. ويمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال موقعنا الإلكتروني fairfaxcounty.gov/library.